الاستيب الثاني انه راح نشتغل شغل خرائط تمام؟ عندنا خريطة مالتنا الماس شغل 3D ويندوز يتعلمون هسه شلون؟ اللي هو الخريطة انسرت نيو فولدر رايت كليك امبورت الصيغة خلوها فيترال بوينت وذ اتريبيوت تمام؟ انا عندي المام مالتي اذا تلاحظون المام مالتي بها عده اختلافات حصل عن شغل اول شيء هذا مالي اوكي؟ شغلي بالسالب فهذا الصح اللي هنا انا راح اشيله انت شغلكم مو جيد اتوقع الخريطه سالبه يشيل الصح والخريطة موجبة يخلي صح. الزد بينت الزد بينت الزد أنا مشتغلها سالب. إذا خلاص نعدلها ونخليها سالب. فما أحتاج إن أنا أخلي صح. وإذا صار مو موجب. ما عندك موجب بس خلي صح. ما في. إذا عندك قسم سالب كأول قيمة عندك. بالنسبة هاي كخريطة مشرف على موجب. شلون من سالب؟ فبعد احنا نشتغل بس مش تمام انت شغال خريطه هاي الخريطه مالك اشتغلت هسه انت بس ركز شويه فتح هاي النقاط مال الخريطه هاي بوينت الزرقاء هاي البوينت الزرقاء هي الخريطه هسه راح تشوفها بشكل واضح بس هسه طالع لك كبوينت كنقاط مثل ما انت خيارتها واشتغلتها تمام اذا تلاحظ العمود الغربي هي خمس ابار وكويت العمود الجيل هي بيرين وكويت وهذا ابو عمود الشرقي بيبير واحد وهذا اللي ما بي ولا نقطه خريطه ما بي خريطه اللي هو عمار زين هذا شنو مشكلته؟ شلون راح نعالج سالفته؟ احنا قلنا نسوي بوليجون لكل خريطه صح؟ نسوي حد لكل خريطه هذا شنو؟ منو هسه انتم نظركم اقرب واحد علي منه مو شرقي؟ زين احنا حناخذ كم بوينت من الشرقي نضمها لعماره ليش؟ لان بالعماره ماكو خريطه هذا حد مو يعني تقدرون تقولون مو بنسبة صح بنسبة خطأ عالية ها؟ العمارة ما فيها خريطة فيها خريطة صح خيطوها؟ اي خيطيها هاي خلاص تعتمد على خريطة حلو انا بالنسبة للشغل الحين سلمونا قبل سنة يعني تسلموكم خمس خرائط؟ اي خمسة؟ اي خلاص لا مالتك شغلك واحد تحاول هذا شيء لك بالنسبة لي كشغل هسه انا راح اشتغل بس انتم راح شغلكم راح يكون مضبوط، شغل هنا راح يكون سريع، انت شغلك راح يكون اداء واحسن من عندي بهواي. البوليجون مثل ما تشوفون اذا اريد اشتغل بوليجون هذا هاي النافذه فريزه صح؟ البوليجون اكس واي اذا اشتغلها هيك مثل ما تشوفون بالفيديوهات القديمه كنا نشتغل بنافذه 3D زين؟ ونسوي تراي اند ايرور ونشوف الى ان ينطبق ولا لا بس اكو حل يعني افضل ضمان عليه انه تسوون تفتحون نافذه 2D تمام وتشغلون الخريطه شفتوا الخريطه؟ بس الابار ما راح تطلع بشكل ويلز راح تطلع بشكل بوينت ليش؟ لان اكس واي تمام؟ بالنسبه لي هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي البوليجونات مالتي اول شغل اشتغل شنو اسوي حدود المكان اول شغل منين نجي نشتغل؟ يوتيليتيز منين نشتغل؟ Make it polygon. I cancel. تطلع لكم هالقائمة من على اليمين. هالقائمة اللي على اليمين. على اليمين، يمين البرنامج. تمام؟ هالقائمة حتى أبدي أحدد.
ادي الشغل هسه انا هذا المكمن مالتي هذا ابو عمود الغربي تمام ادي هنا على هذا الخط اسمه ستارت نيو بوليجون اون اكتف سيل اوف بوليجون تمام بوليجون هو حد المكمن انا اذا اسوي حدود حدود كل شيء ابو حد انت هسه الخريطه مالتك بها نقاط وبها شاشه سوداء غير يحدد المكمن حدود انت تحددين اقرب شيء ايش لازم تشتغلون مو تعوفين زيادات الهواء يمكن ما تعوفين زيادات الهواء زيادة القيمة يمكن اوكي هسه نديرن هنا قلنا البوليجون ما يحدد عدد اضلاع مو شرط مثلث او مربع او شيء ما ادري نقاط بس مو حاولت بيها لو كنت فاهم يعني مجرد انه على على عادي اخر نقطه تريد تقفل بيها كليكين عسل كليكين راح يطلع لك هالعلامه قفلت اوكي هسه اذا اريد اشتغل البوليجون الثاني ركزوا معي هسه اذا اريد اشتغل البوليجون الثاني ما ارجع على الاوبشن لازم ارجع لغير اوبشن اللي هو الاوبشن الوراء بس قبل هي أنا حتى ما تيجي علي هذا البوليجون هذا شو اسمه اليوم؟ بوليجون واحد حتى ما نفض الرقم وهذا له علاقة بهذا لازم هذا أسيته مثل ما أنا بس تين انفو أسميها زين ليش ما أسوي كلنا ليش ما؟ شنو؟ أضبط. ما حسن اشتغل على لازم تكون من كم الخطوة ترجع الزيت نفس النقطة تجي للنقطة هاي تبدي الشغل من جديد مو كنا هاي أول خطوة هاي مرة واحدة تستعملها أول بولي فقط الشغل الجاي كله كل ما تريد تبدي بولي من جديد دوس هاي احنا ما خياطه استاذ انت ما لك تخيطه الخريطه انا بدي اسوي حد مكمن فرق هذا مو خياطه انا حد مكمن اوكي بدي اسوي شيء انا هسه بدي اقول له هذا المكمن بدي اسوي شيء بذاته هسه راح تعرف انا ليش حد وراح تعرف هذا الحد انا قد راح استعمله زين زين يس بس دين من فوق هذا اللي اسمه تجيب يجي نجي 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 هذا شغل عسل يعني نجي تسوف يعني تسوف دانا دانا نشوف مفوض بس ما يحبون نفوض خارج الخريطة زين شباب الله
خلصنا هسه الخمس بوليجونات كملنا شغلنا شباب بلش احمد بالاخير ما عشان محاضرة عن حضور استاذ سجل تقدر تتفضل عادي معنا انا اعلم هاي خلص بس شوي نقول لا هذا راجع هسه نرجع انت احنا ناخذ ال 3 دي انتهى شغلنا ناخذ ال 2 دي هاي المرحله وبعد ما نفتحها كل شغلنا من هنا راح يكون تمام هاي الخير الحاجي زين هاي الامام مالتي هاي التوبس هاي شغل البوليجونات طبعا هاي البوليجونات من الروب هاي البوليجونات السؤال شو اللي يسويها هاي البوليجونات البوليجونات انزلها الحد كل مكمل يعني ابو عامود انزل ابو عامود اذا تشوفون هسه صاعد عن الخريطه بمسافه عاليه تمام شلون راح اصعد واضبط البوليجون اسوي بالسلعه العب باعدادات البوليجون سيتنج حتى اقدر استخدمه من هنا وجاي بقيه كسيرفس ف كل واحد له قيمه لو اول شيء البوليجون هسه مو عندي خمس بوليجونات كل واحد راح اعدل اسوي بيه سيتنج معين رايت كليك بنفس الطريقه سيتنج اعدل شغلتي اول شيء بالاوبريشن اسوي ارثمتيك اوبريشن اول واحد زد يساوي كونستنت من انطي زد يساوي كونستنت انا انطي قيمه اقراها من الويل توبس مال منو ابو عامود الغربي اشوف ابو عامود الغربي القيم مالته ايش قد تقريبا انا قريته تقريبا لذلك انزله اقول 2600 2700 حتى انزله مثلا بس شطوها تطلع بالسالفه شو نزلت هذا العمق؟ شو نزلت؟ اسوي ويا ابو عامود هسه هاي الطبقه مالتي مشرف انتم مخيطين مشرف هسه انتم مخيطين الفوق لو مخيطين الجو هسه هذا اشتغل على الفوق على الفوق انت سويت تريد تنزله جوا ويا مشرف مالتك بالسالفه زين نفرض سالفه 2700 هسه غلطنا على القيمه 100 اوكي ولا تلاحظون الباع اللي راح يسمعنا راح تنزل بس اطيرهم نزل 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 على أقل قيمة وتأخذ أعلى من عدها بشوي حتى تكون ضمن المشروع تمام؟ أعلى من عدها مو أقل من أقل قيمة المهم ضمن المشرف ما فيه زين؟ هاي السالفة الثاني شغلة شو تسوي؟ بالإنفو تروح للإنفو تعدل صيغة مال بوليجون مالتك تحولها من others الى boundary polygon الخطوه الاولى انه السيتنج مالتك كان بالاوبريشن الزيت يساوي كونستانت بالزيت يساوي كونستانت يريد رقم الرقم مالتك حيكون سالف فتشي هذا سالف فتشي منين تجيبه تجيبه من التوبس تمام نحول وراها للانفو يريد من عندك نخلي الصيغه عامه other الصيغه مال البوليجون احنا ما نريد صيغه عامه احنا نريد نحددها بالصيغه اللي بنشتغل بها الصيغه اللي راح نشتغل بها هي صيغه الباوندري بوليجون تمام اوكي اشتغلوا خمسة ايام هسه حاليا اوبريشن راح انطي انسان هذا القيمه امشي على الجدول وين مو زين مو راح يتفاوتر يصير واحد اعلى من الثاني اهم شيء تسوي تحاول تسويهم قيمات اعلى من عنده مو اشكال المهم ضمن الفورميشن مالتك ضمن ابو عامود او ضمن الجيل او ضمن كمان حجمين لان تتعامل ويا خمس مكان كل مكان حتى تتعامل ويا واحد اوكي Okay, okay, what to do?
سؤال عملي. أكو أحد عنده سؤال؟ لا. مفهمين كل شيء؟ نكتب هنا. أنا أخبر عن مرحلة الوراء. نحول. بس إحنا مبدئياً فهمنا المكمل إنه عندنا خريطة وعندنا مكمل. جايبي له مكمل. تمام؟ وعطينا حدود 5 مكامن إحنا نريد نشتغل. زين. هسا نجي نوضح له إنه من السيرفس. منين ياخذ السيرفس؟ منين ياخذ الحدود؟ زين؟ مجرد انه راح ياخذ خريطه وياخذ لها حد راح يطابقها راح تشوفون شغل شلون راح يصير. يعني شلون عندي اصنع سيرفس خاصه بي؟ اوكي؟ فننزل الاوبشن اللي وراء اللي هو ميك اديت سيرفس. شوية تركزون يعني. هنا بالنسبه لي اول خطوه المين انبوت مالتي شنو حيكون؟ انا على شنو حاعتمد؟ على الخريطه اللي انا لودها صح؟ فبس اجيبها من هنا مارك ادوس مجرد سهم وراح ياخذها رسم. زين؟ الباوندري هسه انا من وين اشتغل؟ اريد اشتغل ابو عمود صح؟ اول واحد حبدي اشتغل ابو عمود فالحدود مالتي انا هي نفس الخريطه بس كل مره اغير الباوندري وغير الاسم حيطلع لي شنو؟ حيطلع لي 5 سيرفسات تمام؟ انا عندي هي نفس المارك راح ادخل لها 5 حدود 5 مرات بهاي الطريقه حتى يبدي يشتغل. يعني شلون؟ انا هسه الحد الاول مالتي شنو؟ ابو عامر وانا مسوي باوندري بس مجرد ادوس هنا راح يستقبله تمام؟ اجي للمين السيرفس مالتي شنو؟ ابو عامر او شنو؟ انت شو مخيط هنا؟ مشرف انت مخيط السيرفس هسه مثلا ابو عامر مشرف هذا نكتبه أبو يو أكيد صح. بالنسبة شلون نكمل الجيومتري هسا هنا خلصت هذا هنا أنا سجست تختار الطريقة اللي يبدي يسوي لك بيها السيرفس شنو الطريقة؟ الطريقة ويل توبس هاي دنسيتي تمام؟ أنت تختار ويل توبس هاي دنسيتي تجي تسوي جيومتري تقول له اخذ لي الحدود بهذا الاوبشن تقول له اخذ لي الحدود المسلقه انا مو انطيته اكس واي من هنا انا بديت احدد 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 بس اقول له جيت ليمت فروم سلكتد راح يسحب لي داتا من المسلك هنا شفتوا الارقام اللي سحبها منه تمام بس اجي اقول له ابلاي اقول له اوكي راح يسوي لي خريطه ابو عامر لابو عامر حاليا اشتغل اوكي هسه نجي نسوي الخريطه منه بعد نفس الشيء بس اجي من هنا هاي جريت نسوي لها حتى ترسمتون الماب هي نفس الماب مالتي اللي انا هسه انا ايش محتاج؟ الباوندري مالتي منه محتاج الباوندري مالتي جي الاسم مالتي شنو حيكون؟ اوكي راح نجي نسوي الثالث امسح وادخل المين انبوت مالتي الماء هسه ادخل الكومنت اسميه بس مجرد عاد اسمه كومنت اللي هو انا ما اهتم بالشغل الطريقه مالتي هي هاي دنسيتي جيومتري مالتي جيت فروم سيلكتد ابلاي وقول له اوكي راح يرسم لي هذا اوكي بعد نجي نرسم الماب مالتي ابو عامر الشرقي شنو؟ شوية ايش ابو عامر بالنسبة لنا الطريقة هاي دي جيومتري فروم سيلكتد
عمدي حدا بالنسبة للأخير اللي هو نفس الماء يدخل تقصد يعني قصدي النهايه مثلا شلون صار خطا كبير مثلا جزء من قفزه هنا مكبر بزيد المكمن بعدين يطلع لنا فوت يطلع لك بالعراق اكو مثلا 800 مليار برميل بحقل وما في ربع كم مليون برميل زين ما تيجي تناقش راح يصير عندك مشاكل مو تعطي مساحه مو تصغرها انه بحيث تهمل النقاط اهم شيء عندك نقاط دائما دائما تمام بس خلصنا المرحله الاولى مفتهمين اكو احد عنده شيء ما عندكم اي مشكله تمام نجي للثيم شباب لا اسوي لكم بقيه ذيك الشعور لو تريدون يصيرون فرق بينهم لا مو عند عندك مساء هذا كله شغل فلاوات شفتوا هسه هسه احنا نبدا بالشغل هذا الشغل كله تسوي هسه مثل ما نسوي شو الفرق تمام ما ابي ذاك الشغل هسه راح اشوفكم شنو الشغل اللي راح نطلب منكم اللي تشتغلون وشلون تشتغلون الموديل مالكم نجي للشغل احنا شنو مطلوب من عندنا شنو فرقكم احنا شنو كنا نشتغل بس راح نسوي كنا نشتغل هاي الطبقه ما المشرف كنا نقسمها ام اي ام بي ام سي ام بي تمام هذا اللعبه المشرف عملوني هاي الطبقه نجي شنو الاول الاول من ابر فارس اليمامه الكل طبقه تمام تلوجوها راح تطلع لكم سيرفيسات هاي السيرفيسات راح نبدا نتعامل بها كمان بس لحظة ستيب باي ستيب عم بعطيكم بس فكرة أولية وراها نشتغل عملية عندكم هسه احنا اعتمدنا على خريطة من الأول تمام خريطة احنا مخيطية نجي هسه شو نسوي المكمن الأول تمام هذا المكمن الأول راح أبي أسوي له من أبر فارس إلى يمامة فوق وجواب مشرف راح أدخله سيرفيسات بطريقة هسه أعلمكم إياها بالاعتماد على منو على التورس لأن إحنا استعملنا التورس حتى شنو تتعاملون هناك يصير عندكم مكمن كامل كل الطبقات مالته تمام نبلش تفضل نجي نشتغل هسه أول شيء تريد أريد أشوفكم إن شاء الله بالوالتورس اكو اداره طب هاي الاداره اكو شنو اكو الطبقات مالت كل اشتغل من ابر فارس الى ابر فارس الى اخر طبقه عندكم اللي هي الرناوي ويمان تمام هاي طبقات تمام انا راح اعتمد عليها بصناعه طبقات جديده زين انا راح اسوي لكم موديل واحد فقط وانتم عليكم كل الباقي ليش لانه هو عباره عن تكرار تكرار شلون هسه قبل شويه كله تكرار 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 نفس الطريقه بس لا ما تختلف شلون نبدا هسه انا راح ابدا ابلش بابو عمود ميك ات سيرفيس زين هذا كله يمسه انا اريد شو اسوي اريد هسه ابلش بابر فارس اللي وين موجود مكمن ابو عمود زين المين انبوت مالتي شنو قلنا توكس أربع الأذى أربع الأذى فارس وداخل الباوندري ماتي إيش راح يكون باوندري ماتي إزاي اشتغل أمك من أبو عمود إذا خلص أجيب أبو عمود إذا الطريقة ماتي نفس الطريقة هام هاجنسي الجيومتر ماتي نفس الطريقة بس شنو راح يختلف عندي نقطتين بسيطة اللي هي الويل ادجستمنت هنا مش داخل الويل توبس اللي اعتمدت عليه
الأبر فارس بس تجيبه هنا وتخلي تمام؟ وبالبري بروسيس بالبري بروسيس محتاج تخلي صح هنا وتخلي له خريطة يعتمد عليها كبيس داخل النتائج زين؟ أنت من عندك أنت من عندك خريطة؟ مشرف مشرف اللي رسمناها هسه اللي طلعت لكم اللي هي هاي وين؟ طبعا عمود مشرف أجي أخلي زين من راح أرسمها؟ أقول له أبلاي أوكي أقول له أبلاي هنا نشت بس أنا نسيت أسميها إذا صار لكم هيك قلل إذا صار لكم تقدرون مثل الأنفل مثل البوليكون تقدرون تسمعون بس أنا عندي هذا شنو أبرقى أبرقى اللي هو تابع منه لا راح صار احنا هنا هذا قسم هاي الخريطه الى طريقات لانه انا حول حتى بعدين ندخل الالكتروفيزكس اوكي نجي ندخل نشوف ايش راح يصير بهاي الاوبشن مره راح ننطق اطلع اوكي من اجي اشغل وقع اللي صار بعد الفضل هذا من هذا أبر فارس اللي لي فوق أول نقطة بدأ وبيها بالحفر. زين؟ عشان كل الطبقات. أجي للوراء أكمل ها؟ make it serious. بس أنا أكمل. هنا أنا أسوي دي. أجي أدخل منه. ال main ما تي منه. الأبر فارس. الأبر فارس. أبو عمود. الماوند ما تي منه. أبو عمود. يبقى أبو عمود. هنا أنا أكمل الطبقات. نعم الاسم ماكي منه؟ أبو عمد لو فارس أبو عمد مثلا جيومتري get from today هاي دينس هنا يا التوب أنا أستعمل لو فارس the pre-process شو دخل؟ أعتمد على منه؟ صار هاي دينس في ما تقول لا أبو عمد كذا بقيت المحول وبقيت اكو حل عندنا مشكلة حتى قبل ما اعلمكم كيف بالالوان شلون تعدلون شوفوا اكو شلون تعدلون هسه انتم مهتمين كلكم هاي الشغل؟ خريطة شو مسوي؟ وانت على اساس شنو؟ انت اذا تعتمد على التوبس هو لا ياخذ من التوبس ولا ياخذ من المشروع اللي يسوي مقارنة عاد هاي شنو هاي الطريقة؟ قانون قوانين طريقة معينة عنده طريقة اسمها وولد توبس هاي ليست دخلها توبس ودخلها خريطة اللي هي فيه وعلى اساس راح يبني هذا تمام؟ هسه على فرض كملت الشغل هذا بالشغل الثاني اللي هو المكمل الثاني اللي هو دي جي ال شنو اللي راح يختلف عنه؟ دي جي ال غير بس دي جي ال بس الفاوندري دي جي ال بس الطبقات نفسها من عارف من أبو فارس الأخير شنو؟ واللي بريف سألنا من توصل المشرف هاي أخذ مالك البيانات لا المشرف بعد ذا تم داخل بعض تنزل جار ليشن هاي شغلة الشغلة الثانية كملت شغلكم رتبتوا ترتبون الألوان بالنسبة لكم؟ ايوه بس تدوسون من هنا جيت هاي الالوان يسحبوها من هنا بالنسبه لاي اي خلي مثلا تشغلوها اوكي وتريد تسوون سيتنج للالوان مالتكم ترتبوها بالتغيير سيتنج كلرز تدوسون هذا السهم تقدرون ترفعون منها تنزلون منها ترتبون الالوان كل واحد يشوفه بعد
ابلايت اوكي وراح نغير الالوان بالطريقه اللي تحبها تشعلها هذا شباب ان شاء الله كملوا كل الطبقات بس خل انت ملاحظه صغيره ما اولا انتم بالمجموعه ستة او سبعة او العدد اللي مطلوب خمسة ما يهم ماكو شيء بعد المجموعة تجمع بشيء المجموعة مشتركة بثلاث شغلات conclusion abstract introduction والtheoretical part هم يتعاملوا به مو مشكلة البراكتيكال بارت نزلون ستة براكتيكال بارت هذا الشغل كله كل واحد بيكم يشتغله من الأول للأخير يسلمون ستة نفس الشغل ليش المدير يختلف عندك بعدين راح نعطيكم بعض الخيارات تلعبون بيناتكم أنتوا ستة كل واحد يدخل في أرقام معينة كل واحد يسوي بكم ست يعني الجروب مالتكم يسوي ست موديلات ليش الشغل كل واحد يسجل اسمه هذا الشغل مالتي ينزل يعني نفس الجروب استاذ احمد ومن نفس الجروب سلمني بالبراكتيكال بارت ستة موديل يعني كل واحد له موديل كل واحد هذا شغله يشتغل من البدايه ليش يعني احنا بعدين راح نعيش بينهم وين موديلك سلم موديلك انت اي نفس الداتا بس ما له علاقه كل واحد يشتغل ما له علاقه ما مسلم ترى ما عنده موديل الما يسلم موديله للجروب مالته يقول انا مثلا اشترك بالدسكشن ولا هذا معناه نعتبره احنا حاليا في التقارير نعتبره ما يشتغل ليش ما اشتغل شيء التقرير العملي ما اشتغلش هاي شغله الشغله الثانيه أريد أن أبينكم علي وعاني من الناس اللي وقعتوا بهذا الخطأ